أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج كشك الصحافة، ونبدأها بالعناوين. من موقع الموقع بوست، الميليشيا في صنعاء تجبر الطلاب على دفع مبالغ مالية مقابل الدراسة. وفي موقع تغيير نت، الانقلابيون يفرضون ضرائب مزدوجة على التجار. وإلى أكثر الأخبار تداولا في صحيفة القدس، طبيب سوري أسعف مئات المصابين ولم يستطع إنقاذ ابنته. وصحيفة البيان تحذر لا تقولوا نعم عند تلقي الاتصالات المجهولة. أهلا بكم. موقع الموقع بوست يتابع ما يجري للحركة التعليمية في البلاد، ويعنون الموقع: ميليشيا الحوثي تفرض إتاوات على طلاب المدارس في صنعاء بحجة تسليم رواتب المعلمين. وقال الموقع إن ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح الإنقلابية أصدرت قرارا بفرض إتاوات على طلاب المدارس في العاصمة صنعاء، ونقلت صحفا ومواقع عن مصادر تربوية قولها إن قيادات الميليشيا قامت بتهديد معلمين في مدارس على خلفية رفضهم قرارا يقضي باختلاس أموال من الطلاب بصورة غير قانونية. وأوضح مصدر تربوي أن نائب مدير الأمن السياسي في صنعاء قام بالنزول إلى المدارس، من بينها مدرسة علي عبد المغني، وطالب المعلمين بفرض مبالغ تصل إلى 1000 ريال يمني على كل طالب. وفي الموضوع ذاته، هدد قيادي في جماعة الحوثي بمحافظة ذمار المعلمين المضربين عن العمل بالفصل عن أعمالهم واستبدالهم بطلاب من الجامعة. وقال مصدر تربوي لموقع المشاهد نت إن القيادي الحوثي عبد الكريم الحبسي، الذي تم تعيينه مديرا لمكتب التربية والتعليم بمديرية ذمار، عقد اجتماعا مع مدراء مدارس المدينة وطالبهم بالضغط على المعلمين والمعلمات الاستمرار في التدريس ما لم سيتم فصل المضربين واستبدالهم بطلاب من الجامعة. وأشار المصدر إلى أن الحبس يريد كسر إضراب المعلمين الذين يطالبون بصرف رواتبهم المتأخرة لخمسة أشهر بأي وسيلة، بينها التهديد بالفصل. ويتابع الموقع: بدأ المعلمون في مدارس محافظة ذمار إضرابا مفتوحا للضغط والمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة لخمسة أشهر مضيفا أو لخمسة أشهر مضت، ووصلت ووصولهم إلى ظروف معيشية صعبة. سلطان حميد الجسمي كتب مقالا في صحيفة الخليج، شرح فيه الطريقة التي تعمل بها ميليشيا الحوثي ضد المجتمع وضد الفرد اليمني وضد المجتمع المحيط. وقال في جزء من مقاله: جماعة الحوثي تمثل وجها آخر للتطرف الديني الموازي لوجوه أخرى تمثلها القاعدة وغيرها، فكل هذه التنظيمات التي تختلف في أشكالها تصب جميعا في مستنقع واحد، وهو مستنقع الإرهاب. والحوثيون لا يعرفون إلا لغة القوة والسلاح، ولذلك سعوا بالقوة المسلحة لإقامة حكومة ثقراطية طائفية متطرفة تنسف مبادئ الدولة المدنية وقيم المواطنة وحقوق الإنسان، وتوقع اليمن في قاع مظلم ليس له قرار، وتهدد الشعب اليمني بالاضطهاد والعنف والديكتاتورية الطائفية. وخلال الأحداث التالية، سجل الحوثيون أرقاما كبيرة في قتل اليمنيين وتشريدهم وقصف مدنهم وقراهم ومنازلهم، ولم يسلم من شرهم حتى النساء والأطفال. الحوثيون أثبتوا من خلال الواقع أنهم لا يعرفون لغة الحوار، ويسلكون طرقا ملتوية لإفشال أي تفاوض أو حوار، مفوتين جميع الفرص لاستتباب السلام والاستقرار في اليمن بإعاز من إيران. والعالم اليوم بدأ يزداد وعيا بالدور الإيراني الهدام في المنطقة، بما في ذلك الدعم الإيراني لميليشيا الحوثي للسيطرة على اليمن وإخضاعها للهيمنة الإيرانية. وتصريحات المسؤولين الإيرانيين كانت معلنة تتفاخر بالسيطرة الإيرانية على عواصم عربية، وهو ما يعتبر نموذجا حي أن يرى العالم حقيقة مبدأ تصدير الثورة التي تعتنقه إيران، والذي يتمثل في مخططات إيران للاستيلاء على الدولة والسيطرة عليها بواسطة ميليشيات محلية مسلحة موالية لها تأخذ منها الدعم وتعمل بأمرها، ما يمثل احتلالا لهذه الدول بالوكالة. إلى موقع التغيير نت، والذي عنوان في صفحته الرئيسية: الإنقلابيون يفرضون ضرائب مزدوجة على تجار. وقال الموقع إن المتمردين الحوثيين
فرضوا ضرائب مزدوجة على رجال الأعمال الذين يزاولون أنشطتهم التجارية في المناطق الخاضعة لسلطتهم ما دفع أعضاء الغرفة التجارية الصناعية في العاصمة صنعاء إلى التلويح بورقة الرحيل إلى مناطق أخرى في إشارة إلى إمكانية نقل أنشطتهم أو نشاطهم التجاري إلى العاصمة المؤقتة عدن كونها تشهد استقرارا على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية. إلى موقع الصحوة نت والذي عنون في صفحته الرئيسية: ميليشيا الحوثي وصالح تفجر منازل أو منزل مواطن في عتمة وتهجر مواطنين. وقال الموقع إن ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية فجرت منزل المواطن عبد الله علي معوضة بقرية القدم في مديرية عتمة بمحافظة دمار. وقالت مصادر محلية للصحوة نت أن ميليشيا الحوثي وصالح يعملون على تهجير سكان قرية عتمة ويحولون المنازل إلى مواقع عسكرية لميليشياتهم. وأفادت المصادر أن الميليشيا تقصف بشكل عشوائي منازل المواطنين بعتمة في دمار في ظل حديث عن وساطة محلية لوقف القتال. عالم جديد يولد من تصدع الشرق الأوسط. تحت هذا العنوان كتب السوري غازي دحمان مقاله المنشور في العرب الجديد، وقال في جزء من المقال: يشبه الشرق الأوسط اليوم أوروبا عشية نهاية الحرب العالمية الثانية، حيث جميع الأطراف منهكة القوى ومحطمة الآمال وتنتظر من يخرجها من المأزق. وإذا كانت المسالك في تلك اللحظة في أوروبا واضحة نظرا لأن الحرب انتهت إلى تشكل نظام دولي جديد أنهى دينامية الحرب وصنع سياقا للتغيير وأوجد آليات كاملة للانتقال، فإن هذه اللحظة تبدو بعيدة المنال في الشرق الأوسط. كل الأحلام تكسرت في خضم الوقائع، لا ثورات الشعوب استطاعت إرساء أنظمة ديمقراطية مدنية وعادلة كما حلمت بها، ولا ثورات المضادة استطاعت استعادة الأمجاد السلطوية السابقة. وما حصل؟ أن مطالب الشعوب جرى إخضاعها للعبة الأمن والسلام التي وضعتها الأنظمة بدائل للشعوب في مواجهة الثورات، فيما جرى إخضاع بقايا الأنظمة التي تم إنقاذها من السقوط لقوى خارجية، حيث بات من النادر العثور على نظام شرق أوسطي غير تابع وبدرجة كبيرة لقوى خارجية. خضع الجميع إلى قاعدة جديدة تقوم على مبدأ ممنوع أن يأخذ طرف حاكم أو محكوم كل شيء. لم تأخذ الشعوب الحرية والعدالة، لكن انتهى زمن رفاهية الأنظمة السياسية في ظل سلبية منقطعة النظير من الجماهير تجاه السلطات وحالة عدم استجابة حتى على صعيد دفع الضرائب. يجلس الجميع في الشرق الأوسط اليوم على الجمر بعد أن شذب أحلامه إلى أبعد مدى، وبات ينتظر ما تجود به المتغيرات والحوادث. عنون موقع 26 سبتمبر التابع للجيش الوطني في صفحته الرئيسية: إصابة تلميذ بسبب قصف مدرسة من قبل ميليشيا الحوثي وصالح بالمقاطرة. وقال الموقع أن ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح قصفت من أماكن تمركزها بمواقعها في الحكوم بشكل عشوائي منازل المواطنين في قرى المقاطرة. وقال الموقع إن إحدى القذائف سقطت داخل مدرسة خالد بن الوليد في سوق الربوع بالمقاطرة بمحافظة لحج، نتج عن ذلك إصابة أحد طلاب المدارس يدعى صهيب فيصل قائد نعمان. ويتابع الموقع إن ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح تمارس جرائمها المتواصلة عبر قصفها اليومي العشوائي لمنازل المواطنين، إضافة إلى استهدافها السيارات المارة بالخط الرابط بين سوق الربوع والتربة. موقع المصدر أونلاين عنون في صفحته الرئيسية: أوبراين يحذر من خطورة حدوث مجاعة في اليمن حال استمرار الأوضاع الإنسانية الصعبة. وفي التفاصيل ذكر الموقع أن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ستيفن أوبراين حذر من خطورة حدوث مجاعة في اليمن حال استمرار الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعاني منها غالبية السكان. وفي مؤتمر صحفي عقده في مدينة عدن العاصمة المؤقتة أضاف أوبراين أن سوء الأوضاع الإنسانية التي يعاني منها السكان في اليمن وانعدام الأمن الغذائي يهدد بحدوث مجاعة كبيرة، الأمر الذي يتطلب وصول المساعدات الإنسانية العاجلة لكل المواطنين. ودعا أوبراين المجتمع الدولي إلى سرعة الاستجابة للمتطلبات الإنسانية العاجلة، منوها إلى أن 7500 شخص قتلوا في المعارك الدائرة بالبلاد منذ حوالي عامين، وجرح 4000 آخرين، فيما تعاني الكثير من الأسر من أوضاع إنسانية صعبة.
وأكد قوله أن التحديات الإنسانية في اليمن كبيرة جدا، ولا بد من تضافر الجهود من أجل وصول المساعدات الغذائية والطبية، مؤكدا أن الحل السياسي للأزمة اليمنية هو الخيار الأمثل، وأن الحل العسكري لم يكن يوما علاجا ناجعا للمشاكل والنزاعات. وقبل قراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فاصل قصير، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. هادي في الإمارات، محاولة لاحتواء الخلافات جنوبا، هذا هو العنوان الذي تناولته صحيفة العرب الجديد وقالت في التفاصيل إنه وبعد ما وصل التوتر في العلاقات بينهما إلى مرحلة غير مسبوقة في وقت سابق من فبراير، بدأ الرئيس عبد الرب منصور هادي زيارة مفاجئة إلى الإمارات العربية المتحدة تمثل تطورا هاما من الممكن أن ينعكس إيجابيا على الأوضاع في المحافظات الجنوبية لليمن. وذكرت الصحيفة أن هادي وصل إلى أبوظبي يوم الاثنين للوقوف على عمق العلاقات ومتانتها والتعاون والتكامل والتضحيات الأخوية المشتركة في معركة المصير المشترك لليمن والأشقاء في دول التحالف العربي ضد القوى الانقلابية. وأضافت الصحيفة نقلا عن مصدر مقرب من الرئاسة اليمنية، الزيارة تتناول بدرجة أساسية ملفات الخلاف الشائكة بين الحكومة الشرعية ممثلة بهادي وأبوظبي على ضوء الأزمة التي تصاعدت مطلع الشهر الحالي بين قوات من الحماية الرئاسية وأخرى تتولى حماية مطار عدن الدولي مدعومة إماراتيا. صحيفة الحياة اللندنية عنونت في إحدى صفحاتها المهتمة باليمن شكوى يمنية من منظمات الإغاثة، ونقلت الصحيفة عن مسؤول يمني قوله: دعم المنظمات الدولية الإغاثي إلى اليمن ضعيف مقارنة بما يمر به هذا البلد من سوء الأوضاع المعيشية والإنسانية. وأوردت الصحيفة أيضا ما قاله وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمني نبيل عبد الحفيظ معلقا على الزيارة الثانية لوكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ستيفن أوبراين إلى اليمن: نأمل بعد زيارة أوبراين استمرار أعمال الإغاثة وتطويرها عبر المنظمات الدولية الإنسانية التي لم تهتم كثيرا بالأزمة اليمنية، كما أن دعم منظمات الإغاثة الدولية يعتبر ضعيفا إذا قورنا بحجم سوء الأوضاع الإنسانية في اليمن، مشيرا إلى أن 86% من الشعب اليمني هم تحت خط الفقر، وعددا كبيرا من الموجودين في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات الحوثية هو في مرحلة المجاعة، وأكثر من 4 ملايين طفل يمني يعانون من سوء تغذية حاد. أما صحيفة الخليج فعنونت في أحد أخبارها عن اليمن: إعادة تشغيل ساعة بيج بن الأثرية بعدن. وفي التفاصيل قالت الصحيفة أن السلطة المحلية بمحافظة عدن أعادت تشغيل ساعة بيج بن الأثرية الواقعة أعلى جبل بمدينة التواهي. وتضيف الصحيفة: وجاء تشغيل الساعة عقب الانتهاء من أعمال الصيانة التي خضعت لها من قبل المهندس العراقي داود أبو علي، التي توقفت خلال السنوات الأخيرة الماضية جراء الإهمال الذي تعرضت له. ووفقا لموقع الخليج يعود تشغيل الساعة الأثرية في عدن بيج بن إلى عام 1900، أي قبل 117 عاما، بان سيطرة الاحتلال البريطاني على عدن جنوب البلاد، والتي تحاكي الساعة الشهيرة بيج بن في قلب العاصمة البريطانية لندن. وتعد ساعة بيج بن من المعالم التاريخية والأثرية الجميلة في عدن، حيث كانت تستقبل العشرات من السياح الأجانب قبل سنوات مضت، قبل أن تلحقها يد الإهمال والتخريب كغيرها من المعالم السياحية والأثرية البارزة في المدينة. ترامب يصمم شرقا أوسطيا جديدا، تحت هذا العنوان كتب ستيفن غراند مقاله المنشور في صحيفة الغد الأردنية بالتنسيق مع فورين بوليسي، وقال الكاتب في جزء من المقال: من المرجح أن تجد إدارة ترامب نفسها مجبرة على مواجهة التحدي المتواصل المتعلق بكيفية استعادة الاستقرار، ويتجلى تكشف الأحداث أكثر ما يكون في الشرق الأوسط، وهناك 4 دول فشلت وانهارت وسقطت في أتون الحرب الأهلية: سوريا والعراق وليبيا واليمن،
وثمة دول أخرى على شفير اللحاق بها. وفي سوريا كانت روسيا وليس الولايات المتحدة هي التي تدير الدفة بعد أن أدخلت جيشها بشكل غرائبي سوية مع إيران ووكلائها في الصراع في العام 2015 من أجل إنقاذ رجل سوريا القوي بشار الأسد من الهزيمة. وكما في الصراعات الأهلية الأخرى في المنطقة قاد انهيار النظام إلى فوضى عارمة لا يمكن وقفها، كما استفاد تنظيم داعش وتنظيم القاعدة من المصيبة التي ظهرت للاستيلاء على أرض وحشد المجندين بينما يقومان بارتكاب أعمال عنف لا توصف. ثمة تحد مشابه تقريبا يواجه الولايات المتحدة اليوم في الشرق الأوسط، ومن المرجح أن تكون المنطقة مرجلا والذي إما أن تعاد فيه قولبة النظام العالمي لحقبة جديدة وإما ينصهر وينهار كليا. سيكون من شأن شرق أوسط أكثر أمنا وازدهارا أن يضعف القبول الأيديولوجي للإسلام المتطرف وأن يضفي الاستقرار على حدود أوروبا الجنوبية ويفتح سوقا لأكثر من 300 مليون مستهلك. ومن شأن هذا المشروع إعطاء غاية جديدة للعلاقة عبر الأطلسي بينما يجدد ويوسع النظام الدولي القائم ليغطي حقبة جديدة. إلى صحيفة القدس العربي وفي أخبارها الأكثر تداولاً، طبيب سوري أسعف مئات المصابين ولم يستطع إنقاذ ابنته. وقالت الصحيفة على الرغم من أنه نجح في إنقاذ آلاف الجرحى والمصابين خلال سنوات المأساة السورية وقام بإجراء المئات من العمليات الجراحية الناجحة في عدد من مشافي ريف حلب، إلا أنه هذه المرة فشل في إنقاذ المصابة الأخيرة. وأضافت الصحيفة أن الطبيب والشاعر محمد الحمادة الذي عمل في عدد من المشافي الميدانية في ريف حلب تلقى اتصالا للالتحاق بأحد المشافي بعد قصف جوي نفذته طائرات النظام السوري ليتفاجأ بأن المصابة ابنته فاطمة. وحسب ما نقل أبناء المنطقة فقد قامت طائرات بتنفيذ قصف جوي ما أدى إلى إصابة الطفلة ومن ثم استشهادها بعد فشل محاولات الإنقاذ. وإلى واحد من أكثر الأخبار قراءة في صحيفة البيان والتي عنونت الإجابة بنعم على اتصال هاتفي مجهول قد توقعك في مأزق. وقالت الصحيفة يلجأ حاليا المحتلون والقراصنة إلى طريقة جديدة لابتزاز ضحاياهم عن طريق اتصال هاتفي من رقم محلي وبسؤال الضحية هل تسمعني؟ فيجيب الآخر بكل وضوح نعم، فيستغل القراصنة هذه الإجابة والتعديل على المحادثة لانخراط ضحيته أو الضحية داخل صفقة مالية ليظهر كأنه موافق. وقالت الصحيفة أن عملية الخداع بدأت الشهر الماضي في الولايات المتحدة الأمريكية، وحذر خبراء في الأمن المعلوماتي من انتشارها وتوسيع نطاقها لتؤثر سلبا على مستخدمين داخل بريطانيا. وأضافت الصحيفة تبدأ عملية الخداع باستقبال الضحية اتصالا هاتفيا من رقم محلي يظهر فيها صوت الطرف الآخر بتقديم نفسه والتعريف بالشركة التي يعمل فيها، ثم يسأل الضحية هل تسمعني؟ فإذا أجاب الضحية بكلمة نعم يتم تسجيل الإجابة ويتم التعديل عليها. قدمت حفلة جوائز الأوسكار الأمريكية لهذا العام مجموعة من الرسالة السياسية القوية، وقد انعكس ذلك في الأفلام التي حصلت على جوائز وفي المواضيع التي تطرقت لها والممثلين الذين مثلوا فيها والهجوم الساخر الشديد الذي تعرض للعنصرية والتطرف وسياسة كره المهاجرين والأديان والأعراق. هكذا قالت صحيفة القدس في افتتاحيتها حول رسائل جائزة أوسكار لـ 2017 السياسية. الرسالة الكبرى التي قدمها الحفل والتي قدمت بأكثر من صورة وطريقة وعلى أكثر من لسان هي رسالة مزدوجة ترفض سياسة ترامب لبناء الأسوار ومنع المهاجرين وتأجيج التطرف والعنصرية، وتتضامن مع المهاجرين واللاجئين والمسلمين والسود والأقليات والتنوع البشري عموما. تبدو مواقف النخبة السينمائية الأمريكية التي أعلنت في حفل الأوسكار كجزء من تحرك سياسي عام يشمل الإعلام والسياسة والقضاء والأكاديمية والشارع، وهو يوضح مفارقة كبرى تطال صورة أمريكا وجاذبيتها في العالم.
فأمريكا المكروهة في البلدان التي تتحكم بمقدراتها الاقتصادية والسياسية أو التي خاضت حروباً ضد شعوبها هي البلد نفسه الذي تقصده نخب وأفراد هذه الشعوب التي تكرهها مدفوعة برغبات الحصول على الغنى والنفوذ والارتقاء، كما بالتعلم من تاريخ ذلك البلد ومؤسساته وجامعاته أسباب قوة هذا النظام السياسي الهائلة التي فتحت الأبواب للاختراعات والاكتشافات والعلوم، ففاضت الثروات وانعكست تأثيراً هائلاً على مصائر جميع أمم الأرض. لعل الدرس المفيد الذي قدمته حفلة الأوسكار هو أننا في قارب واحد مع قوى الديمقراطية والتنوع والإبداع في أمريكا وضد العنصرية والتطرف والإرهاب في كل مكان ومن أينما جاء. تشكل شبكات الطرق القريبة من الحياة البرية عبر العالم تهديداً كبيراً للحيوانات التي يتقلص عددها باستمرار بسبب نفوقها عند محاولتها قطع الطريق السريع، وللحد من معاناتها وحمايتها من الانقراض عمدت السلطات في مختلف دول العالم إلى بناء أنفاق وجسور مخصصة لعبور الحيوانات. نشاهد معاً صور الطرق المخصصة لسير الحيوانات والتي أوردتها صحيفة البيان. بهذه المجموعة من الصور والصحف العربية نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة اليوم من كشك الصحافة. نترككم الآن مع مجموعة من رسوم الكاريكاتور. إلى اللقاء.